ايه ده يا نيفين؟ انا عمري ما شفت مدرسه مناخوليه زي المدرسه دي. ايه ده، يبقى اصحابها كده شباب وزي القمر ويشغلوا كل اللي فيها عواجيز؟ طب ليه؟ مش عارف، بس شفتي الناظر بتاعهم؟ شفتي حلو وصغير وزي القمر ازاي؟ لا لا بقى يا نيفين، ولا اللي كان على يمينه ده ابو عيون حوله، يخرب بيته ويجنن، مش ممكن. لا 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 لا، ما شفتوش المصيبه التانية اللي كان قاعد جنب الدكتور، سكر يخرب عقله. لكن انا برضو مش قادره افهم، وهتجنن ولازم اعرف ايه سر انهم ما بيشغلوش غير عواجيز في المدرسه. تيجي نكلمهم؟ نكلمهم ازاي؟ انت عايزه نتكشف ولا ايه؟ نكلمهم كاننا معجبات. كاننا معجبات برضو. يا استاذ هشام، تلفون عشانك، تلفون. جورا نبيع يقول لكم خفوا التلفونات شوية. ليه؟ التلفونات تقيلة؟ ما خبرش. ألو، مين؟ طب احنا شفنا بعض فين قبل كده؟ مش هقولك احنا شفنا بعض فين، اصل انا الحقيقة انا معجبة بيك جدا. ممكن اشوفك؟ ها؟ لا لا، ما ينفعش خالص تجيني هنا، اصل انا بابا راجع شوية وهمش، بيخاف عليا. في واحدة صاحبتي معجبة بمختار صاحبة، ممكن تكلمه؟ لا موجود، حاضر، عينيا. لا مش انت، انا الو الو انا حظ امي دايما معاك وكده. الو، ايوه انا، ايوه انا، اه صوتك يا هانم، صوتك يعني بردون كهربني، يعني انا بتكهرب دلوقتي. بس هو المشكله يا فندم ان انا على 110 فولت وانت 220 فولت، كان لازم تكلميني قبليها عشان اركب محول. الواد ده كان بيشتغل كهربائي قبل كده؟ يا عم كهربائي منجد، المهم شغال. اركب محول، اظبط الفولت، كهربت على طول كده. ده انت جريء قوي، وباين عليك كده بتاع اسطوانات من اللي هي. مدحت صاحبي؟ اه موجود اهو جنبي. ايه ده، وحياة ابوك، وحياة ابوك، اسمي جه في المكالمة، ان احسب انه هيتفك اسمي. يلا دي مش سامع حاجة، مش سامع حاجة يا غبي، كده حاطط ودنك على ودنها كده بسرعة قبل المكالمة بتخلص. ايوه هما بيقولوا ايه اول ما يمسكوا التليفون؟ قولوا ايه يا حمار؟ قالوا ايه يا حمار؟ حمار؟ مين اللي بيتكلم؟ انت مالك متلخبط كده ليه؟ ايه؟ مالكش تجارب؟ انا احب الراجل اللي مالوش تجارب. شفتك فين؟ مش هقول. اموت في الشعر ده، في الجسم ده، في العيون دي، في الطيب ده. الطيب ده طيبي انا. وانت كنت شفتها؟ لا بس حاسس بيها.